السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنأخذ كيفية إرسال رسائل إلى أشخاص متعددين. هذه الرسائل تكون بفورمة ثابتة أو بمتن ثابت، لكن تتغير بها بعض المعلومات كاسم الشخص، كمعلوماته الشخصية وغيرها. طبعا هذه ممكن أن تستخدم لإرسال على سبيل المثال درجات لطلاب متعددين، دعوات لأشخاص متعددين، فتكون الكريشة ثابتة لكن مع اسم الطالب، درجاته أو اسم المدعو ولقبه العلمي أو ما شابه تكون مختلف. فمثلا سنأخذ مثال بسيط حول إرسال درجات طلاب متعددين. بداية أنا لكي أقوم بهذه المهمة أحتاج إلى مايكروسوفت أكسس ومايكروسوفت وورد ومايكروسوفت أوتلوك. طبعا بداية أنا أفتح مايكروسوفت أكسس من البروغرام فايل مايكروسوفت أكسس بلانك داتابيس. طبعا مايكروسوفت أكسس هو برنامج لعمل قواعد البيانات. طبعا هنا أقدر أحدد الاسم، اسم مثلا أنا حكتب هنا أسماء الطلاب، طبعا الطلاب تشمل درجاتهم أسماءهم الطلاب، وأيضا راح أحدد المكان اللي راح أخزن به الداتابيس مالتي اللي أنا حخليها مثلا على سطح المكتب. أفتح فولدر أسميه الطلاب وأخلي هذا الملف في هذا الفولدر. طبعا أقول له Create، راح يفتح لي هذه الصفحة. بداية هو راح ينطيني جدول بهذه الصيغة، فأني أحتاج أسماء الطلاب وأحتاج أيضا درجاتهم، فأحدد لي عمود لدرجات الطلاب وليكن هذا العمود، وأحدد أيضا هنا أضغط مثلا هنا أكتب هنا أي أقول له Add. طبعا هنا أقدر أحدد أنا شنو أريده، مثلا Long Test. هنا هذا اللونج تيست راح اسميه اسم الطالب. هنا ايضا راح اضغط هنا مثلا النمبر هو شنو راح يكون درجة الطالب. فهنا اضغط دبل كليك على هذا الحقل الرصاصي، دبل كليك حتى اغير اسمي، اكتب درجة او مجرد اكتب واحد، يعني درجة الامتحان الاول ما يهمني. زين هنا ايضا احتاج عندي امتحان اخر، فايضا اختار نمبر وحتى لو تيكست ماكو مشكله، حيقول لي شو تريد اسميه، اقول له 2. وايضا راح اختار جدلا انه النتيجه. زين النتيجه طبعا راح تكون شنو، راح تكون اذا اريد ابد هنا سواها نمبر، فانا حتى اغيرها الى تيكست لانه ناس راسب ناجح أو ناجح راسب، فمنا أجي عن طريق الفيلد أجي أغير الفورمات مال الكولوم وأسميه مثلا شورت تيست مثلا أو لونج تيست. زين هنا صار عندي إذا حدة حقول، فأجي مثلا اسم الطالب الأول، لنفترض أن الطالب اسمه أحمد عندي درجته بالامتحان الأول خلينا نقول 90، بالامتحان الثاني 85، نتيجته طبعا ناجح. أيضا عندي طالب آخر، مجرد أضغط للأسفل هنا على النيو راح يطلع لي ريكورد ثاني، فأسميه مثلا محمد، وأيضا راح أنطيه درجات مثلا 85 أو 86 مثلا 100، هذا أيضا ناجح. واسم آخر مثلا خلينا نقول حسن، اللي هو خلينا نقول درجاته 81/80، وأيضا هو ناجح. زين طبعا هنا هذه ما انتهت القضية، وإنما أحتاج إلى، بما أنه أنا أريد أرسل هذه عبر الإيميل، فلازم أحتاج عمود أسميه البريد أو الإيميل. هذا العمود راح أكتبه، طبعا أكتبه اقدر اسوي هايبر لينك، اقدر اسوي اي شيء، بس حتى لو استخدم التكست ماكو مشكله.
فأستخدم أحاول أستخدم لونج تيكست وأكتب عليه الإيميل بالإنجليزي أو البريد بالعربي. نكتب البريد مثلا بالعربي حتى تصير كلها بالعربي، البريد هذا ما أحتاجه. زين، الآن البريد طبعا أنا هنا راح أكتب إيميلي على مود هذا البريد. طبعا راح اكرر كله نفس الشيء، بس هو انت كل طالب راح تنطيه ايميله الخاص، فشنو راح يدز الايميله. زين، هذا يسموه ريكورد. هسه هذا اي صف من هذه الصفوف، هذا الصف يسموه ريكورد. ريكورد معناته فايل او ملف او يعني فشي متعلقات شخص معين او شيء معين. فهذا ريكورد، هذا ايضا ريكورد، وهذا ريكورد، وذني التفاصيل مالته. هسه بعد ما خلصت راح مجرد انه طبعا هذا هنا التيبل اقدر ايضا اغير اسمه، اسميه مثلا الطلاب او اسوي له رينيم، اكتب مثلا هنا طبعا يقول لي لين مفتوح، خلي اغلقه اسيف اول شيء من عن طريق هذا الزر. حيقول لي شو تريد تسميه، اقول له مثلا الطلاب او الدرجات، هو ملف اسمه الطلاب فاسمي هذا الدرجات. زين، هسه كملت اسيفه مره اخرى واغلق الملف بعد ما احتاجه حاليا، اغلق الملف. زين، هذا ما يخص المايكروسوفت اكسس. اجي الان افتح ملف وورد، ملف جديد. هنا ملف في الوورد انا شريد اريد اطبع رسالة عامة للكل، وهي مثلا عزيزي الطالب، اخليها مثلا باللون الاخضر مثلا او الازرق حسب، يعني حتى اختار الالوان الهاي. عزيزي الطالب فلان، هاي الفلان مين اجيبها؟ الفلان اجي هنا بالوورد اكو تاب اسمه ميلينج، هذا الميلينج اللي اكثرنا ما نستخدمه او حتى يعني ما نتقرب يمه. الميلينج عن طريقه هو راح اقدر اني اضيف هاي المعلومات المختلفه اللي راح تختلف في متن الرساله. عزيز الطالب فلان، خلي اكمل، ادنى درجاتك في امتحان الماده مثلا، اي ماده، اللغه العربيه مثلا. اريد اسوي له جدول، طبعا ايضا ممكن ادرج له جدول المادة الدرجة الامتحان الدرجة، عندي امتحان والنتيجة، فأيضا أسوي هذا امتحانين فأكتب له الامتحان الأول، الامتحان الثاني، النتيجة. زين، وأيضا آخر شيء أريد أكتب له مع تمنياتنا لك بالموفقية والنجاح مثلا. هاي الرسالة اريد اكتبها اني. زين، ف هاي الرسائل هاي الكليشة هي متشابهة راح توصل للطلاب، لكن اللي راح يختلف شنو؟ اللي راح يختلف هو انه ليس باللون الاخضر. اللي راح يختلف هو شنو؟ اللي راح يختلف هو اسم الطالب. هنا عزيز الطالب، هنا اسم الطالب لازم اكتبه في هذا الجزء. الامتحان الاول اكتبه بهذه الخليه، الامتحان الثاني في هذه الخليه، النتيجه هنا. هاي مين اجيبها؟ اجي على الميلينج، قبل كل شيء احدد اختار المستقبل. يعني شنو المستقبل؟ الاشخاص الذين سيستقبلون هذه الرساله، وهم خزناهم احنا وين؟ في ملف الاكسس. فاجي منه اقول له سيليكت ريسيبيانتس اللي هو المستقبلين. طبعا اقدر اقول له تايب نيو ليست، بس انا شنو هيئتها وين؟ في ملف الاكسس، فاقول له يوز ان اكزيستنج ليست، فالليسته موجوده عندي فاختار الاكسس. طبعا انا خزنتها وين؟ خزنتها على سطح المكتب في ملف اسمه، في فولدر اسمه الطلاب، وهذا الملف هو الطلاب. ها هذا كل ما اسويه. راح تفعل لي بعض الامور هنا. طبعا هنا اول شيء ادرس بوك وجريتنج لاين، هاي مثلا التحيه تقدر ايضا تكتب لاي شيء، لكن احنا هنا كتبنا.
زي ما راح ادخل بالتفاصيل المملة. هنا المهم insert merge field، هذا الفيلد هنا من تضغط عليه على هذا السهم راح يطلع لك الاي دي اللي هو موجود بالملف الاكسس، واسم الطالب اللي احنا سويناه، والام 1 سماها الكولوم، احنا اعطيناه اسم 1 رقم 1 فسواها ام 1، وام 2 اللي هو سميناه 2، والنتيجه والبريد. فهسه انا شريد عزيزي الطالب اريد يخلي لي اسم الطالب، فاضغط هنا. طبعا انا وين لازم اوقف؟ عفوا هاي هنا كتبت اسم الطالب، لازم ارجع هنا اخلي المؤشر يم الطالب واقول له اسم الطالب، فراح يخلي لي هذا اسم الطالب. هذا حسوي باللون الاحمر. ليش اريد باللون الاحمر؟ لان انا اريد ينطبع باللون الاحمر، فيعني فد اريد اختار فد الوان ورب فد اسم الطالب يريد يكتب لي باللون الاحمر. الدرجات الامتحان الاول شو اختار؟ ايضا اروح على الميلنج، اجي اوقف على هاي الخليه واروح على الميلنج اقول له انسرت هذا الامتحان الاول ام 1. زين الامتحان الثاني اختار ايضا منه ام 2، والنتيجه اختارها منه ايضا شنو؟ النتيجه. انا هذا ايضا اريده باللون الاحمر، خلينا نقول على سبيل الفرض باللون الاحمر، واريده ايضا محدد باللون الاصفر يعني بهالطريقه هاي، واريده متواسط اواسطهم طبعا كلهن، هاي ايضا اواسط. يعني هاي انت بعد الترتيبات كل شخص عنده في طريقه معينه لطرح المعلومه، مثلا نختار هذا اللون الازرق وهكذا يعني زين. هنا اللي راح يصير شنو؟ اللي راح يصير من اضغط على الميلينج واقول له بريفيو ريزلت، ايش راح يقول لي؟ عزيزي الطالب احمد ادناه درجاتك كذا، الامتحان الاول كذا، الامتحان الثاني كذا، النتيجه ناجح. اروح اعبر على الورق، محمد ايضا غيره درجاته، تغيرت وفق ما موجود بالاكسس، اذا مدخلاتك بالاكسس صحيحه هنا راح ياخذها صحيحه. الحسن ايضا اخذ درجاته وطلع النتيجه. الان بعد ما سويت هذا الشيء عندي عده خيارات. الخيار الاول انه اطبع هذه النتيجه ورقيا، يعني اطبع لكل طالب ورقه اسلمها له ورقيا بها نتيجه. فاني هذه سهلت لي عمليه. ليش؟ لان مكان ما اطبع حسن ودرجاته فلان ودرجاته فلان ودرجاته راح اطبعها ارتبها عندي في ملف اكسس، وبمجرد اني هذا الربط اللي موجود في بين الوورد والاكسس اقدر احقق هذه الامكانيه. زين هنا الخيارات المطروحه، اما اسلمها لهم ورقيا واستخدم هذا الخيار برنت دوكيومنتس. برنت دوكيومنتس مثلا اني اريد واحد من عندهم اقول له فروم كذا لكذا، من طبعا كل واحد هو ينطي رقم، او كرنت دوكيومنت اللي الشخص اللي اني الان واقف عليه اللي هو رقم 3، او الاول، فاني اريد الاول يطبع عليها. طبعا يطبع عليها كلها ملف بي دي اف واحد، منها اختار ال بي دي اف زين واقول له اوكي. لاحظوا الان طبع لي ثلاث صفحات، كل صفحه لطالب. طبعا هاي تقدر تخلي لها اطار، تقدر تخلي لها توقيع، انت بعد حر في هذا الشيء. زين شوفوا هذا الطالب احمد، بعدين الطالب محمد والطالب حسن، كل واحد له ورقة، ثلاث ورقات صارت عندي، أقدر أطي برنت وأطبعها بالطابعة وبكل بساطة أسلمها لهم بشكل مرتب. هذا بالنسبة للبي دي اف. أما بالنسبة للإلكتروني وأريد أرسلها للإيميل، فهذا أيضا بسيط، منطيني هالخاصية send email messages. أقول له send email messages راح يطالبني يقول لي لمن تريد تدزها. طبعا أني بالأكسس كانت منطي معلومات البريد او الايميل، فاختار البريد اقول له اخذ لي الايميلات، كل واحد الايميل اخذه من عمود الايميل او البريد. طبعا مهم انه اكتب له السبجكت لاين، يعني عنوان الملف هذا راح يندس شنو هو. اقول له مثلا درجات امتحان اللغه العربيه، هذا عنوان ملف الوورد اللي راح يندس له. طبعا هنا ممكن ادزها HTML، ممكن ادزها بلين تكست، وممكن اتاتشمنت، اتاتشمنت توصل له بشكل وورد. زين فهنا ايضا منطيني خيارات، تقول لي تريد تدزها لشخص معين، تريد تدزها لكلهم تريد تدزهم، فاني هاي شو وقت احتاجها؟ من عندي كمل درجات الطلاب اريد ادزها اقول له اول،
بعض الأحيان جي طالب مثلا متأخر أو تسليم الدرجة ما اتصار بها تلكؤ، فأقدر أغيرها أو أضيفها في ملف الأكسس، أضيف معلوماته وأفتح ملف الوورد، راح يسحب لي المعلومات من الأكسس، وأقول أدور على الطالب منه أقدر أبحث عن الطالب يعني صعودا ونزولا إلى أن ألقى اسمه مثلا حسن، وأقول له من أقول له سيند إيميل، أقول له شنو current record يعني هذا الطالب، أو أنطي فقط أقول له من 1 إلى 2، الثالث ما أريده، مثلا من 1 إلى 2 أرسل لي درجاتهم، هذول أنا مكمل سعياتهم أو مكمل درجاتهم. فأنا الآن راح أختار all، واختاريت هنا أيضا attachment حتى يندز له ملف وورد بهالشكل هذا المرتب، وراح أقول له أوكي. راح أقول له شنو أوكي، هسه راح أضغط عليه أوكي. طبعا هنا يقول لي do you want to add a subject، اقدر اقول له send anyway، خلي اقول له add a subject. طبعا هنا انا ما ضفت subject الظاهر، البريد. هنا شو نقول له؟ نقول له اللغة العربية او درجات اللغة العربية ايا كان. الان اقول له اوكي. هاي تطلع هاي المشكلة هنا راح تطلع لي، طبعا ما اعرف يجوز بس الاصدار هنا عندي او حسب اعدادات الانتي فايروس الموجود عندك. انا بالنسبة لي تطلع لي هاي الرسالة مرتين، لازم اضغط الله لكل نتيجة. هاي النتيجة الاولى راحت، النتيجة الثانية ايضا حيقول لي مرت الاخ. وهاي ايضا مره ثانيه، كل نتيجه مرتين، ما اعرف يعني اكو فد اعدادات ربما تكون بالانتي فايروس او بالسكيورتي مال البرنامج. بهالحاله اندزت 3 نتائج، شلون اعرف اندزت؟ لكن شنو لازم هساني؟ اول ما بديت الشرح ايش قلت؟ احتاج مايكروسوفت وورد، احتاج مايكروسوفت اكسس، وايضا احتاج مايكروسوفت اوتلوك. الاوتلوك هو لازم انت مسوي بيه اعدادات البريد مالتك، والان راح اقول لك شلون. مثلا تضغط على الفايل اكونت سيتنج، او تقول له اد اكونت، اد اكونت. طبعا ببساطه انا ضايف الاكونت، اضيف اكونت منه زين بشكل عام، انا ضايف الاكونت، فاجي هنا على الاكونت اللي انا الموجود عندي. طبعا كل شيء ما سوى بعد ما اضيف الاكونت، هيات الاكونت مالتي اللي راح يصير هو كالاتي، مجرد انه بس يعني كانما ينقل معلومه من الوورد الى الاوتلوك. الاوتلوك انت ما راح تسوي بيه كل شيء، فقط تفتح الاكونت مالتك زين. فالان هسه من اجي على الاكونت هذا مالتي، راح افتح راح القى 3 رسائل موجوده عندي باسم اللغه العربيه واصلتني. ليش؟ لان انا كلها انطيتها نفس الايميل، لو تتذكرون بالاكسس هنا مايكروسوفت اكسس وين سويناها، هذا الطلاب اذا تتذكرون بالاكسس هذا الملف مالتي enable contents. هذا هنا كلها حطيتها ايميل واحد، هو ايميل يعني الشخص، فكلها دز ليها 3 مرات كانما زين. فهنا من اجي افتح الرساله حتى اراويكم شلون راح توصلني الرساله، من اجي افتح الرساله دبل كليك عليها، الطالب يعني هاي الطالب هيك راح توصل للرساله مكتوب بها اللغه العربيه، ويفتح هذا الملف راح ينفتح عند الملف. هسه انا الطالب احمد يجي لي الملف مالته فقط، فبهذه الطريقة راح يكون عنده ملف لطيف بدرجاته الشخصية واسمه الشخصي، وكل طالب راح تندز له معلوماته على حدة. بهذا الشكل هذا أقدر طبعا أدز دعوات مختلفة، مثلا عندي كليشة شهادة مشاركة مختلفة. بهالطريقة هذا أنا ما راح أكتبها كتابة يدوية، إنما مجرد عندي ملف أكسس أكتب به اسم الأستاذ أو اسم المدعو أو اسم المشارك، لقب العلمي، شوف شنو المعلومات اللي راح تتضمنها شهادة المشاركة. دائما بالاكسس يركز على المعلومات المختلفه، يعني انت من تسوي ملف اكسس تاشر على المعلومات، تثبت المعلومات المختلفه. يعني احنا ثبتنا اسم الطالب ودرجاته، لانه هاي تختلف من طالب الى طالب، وايميله ايضا راح يختلف من طالب الى طالب. تحياتي لكم، واتمنى ان اكون ضيفا
خفيف الظل عليكم، تحياتي.